أهلا بكم من جديد، وثاني حواراتنا معاكم في هذا الصباح حوار الساعة للانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تنطلق اليوم بعد موسم انتخابي غير مسبوق، يمكن بعد تعرض المرشح الجمهوري دونالد ترامب لمحاولتي اغتيال وانسحاب بايدن من السباق قبل 100 يوم فقط لتصبح نائبته كاميلا هاريس هي المرشحة الديمقراطية. تتجه أنظار العالم اليوم النهاردة للانتخابات الرئاسية الأمريكية لكون الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم وأقوى قوة عسكرية في العالم. يمكن في ملفات عديدة بتنتظر الرئيس القادم من التعامل مع الأزمات الدولية زي الحرب في أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط وملفات أخرى بتهم الناخب الأمريكي زي التغير المناخي ووضع سياسات لتعزيز الطاقة النظيفة وملف الأمن القومي ومكافحة الإرهاب وأيضا ملفات زي الهجرة والتأمين الصحي وتحسين التأمين الصحي للمواطنين الأمريكيين. ملفات عدة هنناقشها ونطرحها النهاردة مع الأستاذ أحمد التايب الكاتب الصحفي بجريدة اليوم السابع. أهلا بحضرتك في هذا الصباح. أهلا وسهلا بحضرتك وصباح الفل يا فندم على حضرتك وعلى السادة المشاهدين الكرام. يمكن موضوع الساعة هو الانتخابات الرئاسية الأمريكية ودايما بتبقى محط اهتمام العالم كله. يمكن السؤال التقليدي اللي بيتداول مين هيبقى الرئيس، مين هيدخل البيت الأبيض؟ صحيح. الديمقراطيين أم الجمهوريين؟ هو أعتقد أنه طبعا فعلا الانتخابات الأمريكية هي بمثابة حديث الساعة بالنسبة للعالم كله، وأعتقد أن ده الأكثر بالسبب. السبب الأول أن استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية شئنا أم أبينا أن تقدم النموذج الساحر فيما يخص الانتخابات ويعني الديمقراطية والشعارات الخاصة بالحريات وحقوق الإنسان، وهذا النموذج الساحر ده خلى الكل يعني ينتظر بترقب ماذا سيجري وماذا سيجري في الولايات المتحده الامريكيه، وخاصه انه حتى النظام برغم الانتخابي برغم ان النظام الانتخابي عندهم معقد شويه جدا، ولكن في نفس الوقت اعتقد انه بياتي في ظل استراتيجيه الابهار اللي هي دايما ما تسعى اليه الولايات المتحده الامريكيه. يعني لك ان تتخيل ان انت امام نظام انتخابي بنقعد حوالي شهرين ثلاثه بنتكلم عن انتخابات مراحل متعدده بدءا من التصويت المبكر ثم التصويت الشعبي ثم تصويت المجمع الانتخابي ثم لو حصل عدل فيما بعد نذهب الى الكونجرس ومجلس النواب. يعني انت بتتكلمي في شهرين ثلاثه في انتخابات في الداخل، يعني انشغال في الولايات المتحده الامريكيه داخليا وايضا العالم. الامر الثاني مهم جدا ان وجود الولايات المتحده الامريكيه كقوه عظمى وعلى راس النظام العالمي، وانه قدرت من خلال قيادتها للنظام العالمي بانه تجعل الامن القومي الامريكي يعني يضم كل العالم، يعني العالم كله دخل داخل دائرة الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية، وده اللي خلى الكل بيسأل دائما ما موقفنا من الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية وما هو المرشح الأفضل لنا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، لأن استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية قائمة على، وده مهم جدا واحنا بنتكلم على الانتخابات الأمريكية عشان نقدر نفهم ان القصة مش قصة مرشح ديمقراطي ومرشح جمهوري بقدر ما القصة قصة استراتيجيتين في النهاية. نحن أمام استراتيجية قومية للولايات المتحدة الأمريكية ألا وهي خاصة بالمؤسسات الدولة اللي احنا بنقول عليها في الإعلام الدولة العميقة دي اللي بتنفذها، ملهاش علاقة لا مين هينجح ديمقراطي أو جمهوري. في النهاية هناك هدف أكبر ألا وهو تحقيق الأمن القومي الأمريكي، وبما أن الولايات المتحدة الأمريكية هي اللي بتقود النظام العالمي فأصبح العالم كله في فلك الأمن القومي الأمريكي. هذا أمر. الأمر الثاني هناك استراتيجية أخرى تسمى استراتيجية الإدارة، دي أمور خاصة بالأمور التكتيكية، وده بقى اللي بيمثلها المرشح سواء كان جمهوري أو ديمقراطي، ولكن هي الفكرة بنصل إلى الهدف الأكبر بس لما بيحدث فيه الاستراتيجية الخاصة أو القومية، ولكن بنختلف في طريقة الوصول. بمعنى أنه عند تنفيذ استراتيجية الإدارة المرشح الديمقراطي يعتمد على طريقة الوصول باستخدام مثلا سياسة التفاوض ثم التفاوض ثم التفاوض من أجل الوصول إلى الهدف الأكبر. أما استراتيجية الحزب الجمهوري فهي تعتمد على القوة ثم القوة ثم القوة
لتحقيق الهدف الأكبر. إذن في النهاية هو الهدف للاثنين هو الهدف، ألا وهو تحقيق الأمن القومي الأمريكي وتحقيق المصالح الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية أيا كانت وأيا وجدت في العالم كله. لكن طريقة الوصول ده يعني اختلاف في الوسيلة والأداء. وبالتالي نحن أمام انتخابات بالفعل هناك كثير جدا من الملفات زي ما بيقولوا كده الملفات الساخنة اللي الكل بينتظر كيف سيتعامل الفائز ومن يجلس على العرش في البيت الأبيض كيف سيتعامل معه. حضرتك ذكرت في المقدمة من ضمنها ملفات الطاقة، وليس فقط بس الملفات الخاصه ببؤر صراع زي الحروب او خلاف، لا انت بتتكلمي عن الطاقه، بتتكلمي عن النفط، بتتكلمي عن الاقتصاد اللي في النهايه هي الدوله يعني الاقوى اقتصاديا، التضخم وتحسين الاقتصاد وتوفير فرص عمل كثيره خاصه مع ارتفاع معدلات البطاله في صحيح أمريكا. وبالتالي هي من خلال طبعا لعبه الدولار هي اللي بتسيطر على العالم كله من خلال طبعا النظام الاقتصادي المعروف، وبالتالي هي بالتالي الكل بينظر ماذا سيتعامل الرئيس في البيت الأبيض مع يعني كل مشاكل وتداعيات الاقتصاد. أيضا بالنسبة للنفط بالمناسبة، وعلى اعتبار النفط احد يعني الاشياء المهمه جدا في الشكل العام او المسارات الاخرى المسار العام بالنسبه للاقتصاد، يعني انت وليكن هندي مثال بسيط جدا، ترامب مع اللي هو الحفر الاحفوري او الوقود الاحفوري، في حين ده ضد السياسات المتبعه من قبل الولايات المتحده الامريكيه الخاصه بالتغيرات المناخيه، وبالتالي حتى كلمته الشهيره يعني احفر يا عزيزي، يعني هو هيشتغل حفر احفوري، وده بالنسبه للشركات المنتجه للنفط وبالنسبه للمهتمين بالتغيرات المناخيه ومشاكل الانبعاثات الحراريه هتواجه مشكله مع ترامب حال فوزه بالانتخابات، وخاصه انه هو هدد بالانسحاب 2015 من المعاهدات الخاصه به والتعهدات الخاصه باتفاق باريس للتغيرات المناخيه. هذا امر. الامر الثاني بالنسبه للملفات الخاصه بالنزاعات بقى والصراعات، انت بتتحدثي عن الحرب الروسيه الاوكرانيه، هناك طبعا حديث انه هناك علاقه بين روسيا وترامب وخاصه بين بوتين وترامب، وبالتالي اذا فاز ترامب سيؤثر كما هو قال ساستطيع ان انهي الحرب في روسيا خلال 24 ساعه، الحرب الروسيه الاوكرانيه. ايضا بالنسبه للحزب الديمقراطي مع دعم كييف ومع استمرار الدعم العسكري. طيب بالنسبه لاوروبا نفسها اللي هي الحليف الاكبر للولايات المتحده الامريكيه، ايضا ملف ساخن جدا بالنسبه للمرشحين سواء كان الديمقراطي او كان ترامب، هم عندهم تحفظ الاوروبيون من ترامب لانه هددهم اكثر من مره وعليكم بالدفع، وهددهم بموضوع ان هو من الممكن ان ينسحب من حلف الناتو، وبيفكروا ان هم يبقى لهم نظام عسكري وجيش مستقل عن يعني على غرار حلف الناتو. اذا هذا الملف مهم جدا الخاص بالانتخابات الامريكيه، وخاصه ان اوروبا شريكه اساسيه وحليف كبير واستراتيجي للولايات المتحده الامريكيه. ايضا لديك بؤره صراع اخرى كبيره جدا اللي هي الصين، وخاصه فيما يخص مشكلة تايوان، وبالتالي هنا نتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية عندما تنظر إلى الصين، هناك استراتيجية تعتبر الصين العدو الأول وده اللي بيتبناها الحزب الجمهوري. إذا ترامب هنا في هذه الحالة إذا أتى إلى البيت الأبيض ستكون الصين هي الأولوية وهي مركز العداء الأول بالنسبة لترامب، لكن الاستراتيجية تقول عند الديمقراطيين أن الصين ليس هي العدو الأول وإنما تأتي في المرتبة الثانية يعني العدو الثاني، لكن تحتل روسيا العدو الأول من وجهة نظر الديمقراطيين، وبالتالي أصبح الصين هنا وفيما يتعامل فيما يخص الديمقراطيين يتعاملون بسياسة الاحتواء وسياسة التعامل وإدارة التنافس الدولي والاقتصادي بينه وبين الصين، لكن ترامب رأينا كيف يتعامل مع الصين. أيضا هناك بؤرة اللي هي تخصنا احنا بقى في الشرق الأوسط وخاصة بالحرب الروسية الحرب الإسرائيلية على غزة وفي لبنان، ودي بؤرة مهمة جدا وملف ساخن قوي جدا وله علاقة كبيرة جدا بالانتخابات الأمريكية الآن، وخاصة ان احنا شفنا حتى التنافس واحتضام الصراع بين المرشحين نفسهم فيما يخص الولاية الخاصة اللي هي الولاية المتأرجحة الخاصة بالجالية العربية الإسلامية اللي هي ميتشيغان في 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 الولايات المتحدة الأمريكية، وشفنا إنه قد إيه الحرب على غزة والحرب على لبنان بتلعب دور كبير جدا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، رغم إنه لما إحنا لو جينا نشرح بس كده ولاية ميتشيغان دي ببساطة شديدة جدا عشان نقدر حتى نفهم
لعبة الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة فيما يسمى الولايات المتأرجحة. ما احنا عايزين نعرف بقى ازاي ممكن يكون ليها دور او تأثر على تحديد الفائز الولايات المتأرجحة، خاصة ان في اعتماد كبير على مثلا ولاية بنسلفانيا. صحيح. مثلا لو احنا خدنا الاثنين كنموذج، هنقول مثلا ميتشيغان بالنسبة للتصويت الشعبي فهي لصالح الديمقراطيين، بمعنى انه هناك تعداد السكان حوالي 2,100,000، ده تعداد السكاني بالنسبة للولاية، لكن أهميتها مش في التعداد السكاني، لأن 2,100,000 بالنسبة للتعداد السكان الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كامل أو يعني في المطلق يعني لا يقل عن 1%، إذن ليس بالأهمية على المستوى التصويت الشعبي. لكن أهمية الولاية فين يا فندم؟ أهمية الولاية في عدد الأصوات الخاصة بالمجمع الانتخابي، هي لها حصة 15 صوت في المجمع الانتخابي، وبالتالي ولاية ميتشيغان مهمة جدا في المجمع الانتخابي وليس على مستوى التصويت الشعبي، وبالتالي ده هنا ذهبت هاريس وغيرت من رأيها بالمعنى، وبدأت تعطي تصريحات بأنها مع إنهاء الحرب في غزة لتستقطب الجالية العربية. يكون لها ميزة في ميتشيغان. بالضبط. ولو شرحنا بشكل عام عشان نفهم برضو التركيبة بتاع ولاية ميتشيغان هنلاقيها كالآتي وفقا للأرقام، انه 25% منها مسلمين و63% مسيحيين. طب الأهم من ده ان هناك 500,000 لبنانيين و190,000 مصري و190,000 سوري، والبقية 3% تقريبا دول أقليات. إذن التركيبة نفسها واخد بال حضرتك هي مهمة جدا في المجمع الانتخابي. على الناحيه الثانيه النموذج اللي حضرتك ضربتيه الاخر بنسلفانيا، ده خاص بالجاليه اليهوديه، وبالتالي لها 20 صوت في المجمع الانتخابي، اذ ايضا اهميتها تكمن في دورها في عدد اصواتها بالنسبه للمجمع الانتخابي، وبالتالي هذه الولايات المترجحه دي الهدف الاساسي بتاعها انه المرشحين ما بيقدروش يحسموا الاصوات فيها، وبالتالي تفضل يعني ما بين الاثنين مين اللي هيفوز بهذا. المجمع الانتخابي هو من يحسم هذه الولايات، وبالتالي اعتقد ان الحرب في غزه والحرب في لبنان على خاص لها اهميه مهمه جدا، لكن هي الحرب في غزه ولبنان بالنسبه للانتخابات الامريكيه اعتقد ايضا ان هي ليس لها علاقه باستراتيجيه الاداره من وجهه نظري انا. نعم. وانما لها علاقه اللي هي خاصه بالمرشحين، لها علاقه بالاستراتيجيه القوميه للولايات المتحده الامريكيه اللي هي فكره ماذا تريد الدوله العميقه من حرب غزه، لانه في النهايه ايا كان جه بايدن هو بيدعم اسرائيل، وهو قولا واحدا مع امن اسرائيل ومع الدفاع عن اسرائيل ومع تحقيق رغبه نتنياهو تحت اي ظرف، وده احنا شفناه من خلال التعاطي خلال عام من العدوان، ولكن بالسياسه تتبع فكره التهدئه والهدنه والمفاوضات، لكن في النهايه هو يعطي الغطاء كي لنتنياهو يفعل ما يشاء. بايدن بالمناسبة هو أيضا مع دعم إسرائيل، وهو أصلا وأيضا في الولاية طبعا، وترامب على أيضا هو أصلا في الولاية في 2020 أعطى لإسرائيل ما كانت لا يعني أشياء ما كانتش بتحلم بيها، إن هي اعترف نقل السفارة الأمريكية في القدس، وأيضا اعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، وأيضا مع نتنياهو قلبا واحدا. ثم كل التقارير تتحدث عن إنه نتنياهو في الأصل يرغب في وصول ترامب الى الحكم، اذن في النهايه الورقه الخاصه بالنسبه لكامالا هاريس، كامالا هاريس باعتبارها يعني من اصول افريقيه وهنديه، طبعا هي كامالا هاريس طبعا هي بتحاول بقدر كبير جدا ان هي تستفيد من فكره موقع المرأة على اعتبار ان هي تبقى اول امرأة تقود الولايات المتحدة الامريكية، وايضا بتستفيد من البشرة من اللون ده مهم جدا، وبتستفيد من فكرة او تستثمر في فكرة رحلة الكفاح الكبيرة بتاعتها، لكن هي الاشكالية وفقا ايضا للمراقبين واستطلاعات الرأي اشكاليتها الحقيقية ان هي تسير على نهج بايدن، وبالتالي المشاكل اللي تعرض لها بايدن والازمات اللي تسبب فيها بايدن هي محسوبة تقريبا اللي هيشيلها هاريس بالمعنى الثاني، وبالتالي استمرارها في نهج بايدن ده اللي أضرها بعض الشيء وخاصة فيما يخص الاستطلاعات، لكن خطاب هاريس خطاب مهم جدا وخطاب شعبوي، واحنا شفناه بالمناسبة بالأمس وفقا لبعض الفيديوهات اللي كانت متناولة أو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، كانت ذهبت إلى المقاهي وكانت في جولة زي ما بيسموها حملة طرق الأبواب، يعني كانت بتخبط على الأبواب، وده كان خطاب شعبوي، وده هي تستطيع من خلال
تبني شعارات الديمقراطيه والحريات ومثل هذه الامور. ايضا فكره نصيب المراه وحصه المراه كبيره جدا بالنسبه لهاريس، ودي بتضمنها بشكل كبير جدا لانه طبعا هيصب في صالحها. اذا بعض المعطيات تقول ان هاريس لها نصيب، لكن هي الاشكاليه كلها هل ممكن تعيد مثلا سيناريو 2020 كما حدث مع بايدن، ولا لسه برضو عمليه الحسم غير متوقعه؟ هو حتى الان غير متوقعه، لكن هي كل استطلاعات الراي حتى الان في يعني لصالح هاريس في احيانا، ثم بعد ذلك لصالح ترامب، لكن في النهايه غير محسومه مثل هذه الامور. يمكن التقارب بينهم اقل من 0.5%، يعني ده حقيقي يعني بيروح من 1 ل 1.5 ل 2 احيانا، لكن في النهايه هو تقارب بسيط جدا وفي نوع من انواع التارجح. لكن هو اللي بيحسم الانتخابات، وده خلينا نتكلم بكل وضوح، بالنسبه للديمقراطيين دائما بيخسرونا من خلال المجمع الانتخابي، يعني المجمع الانتخابي هو سبب خساره الديمقراطيين، لكن دائما الجمهوريين وفقا لاخر 7 انتخابات فاتت كان دائما الجمهوريين معظم فوزهم كان من خلال المجمع الانتخابي، وبالتالي اعتقد ان كلمه الفصل الحقيقيه في من سيفوز بعرش البيت الابيض هو هيكون المجمع الانتخابي وليس التصويت الشعبي. وليكن هناخد مثال بسيط جدا، هيلاري كلينتون لما كانت موجوده استطاعت ان تفوز بالتصويت الشعبي بزياده 3 مليون صوت، ولكن خسرت في المجمع الانتخابي ب 304 صوت، وبالتالي اصبح في النهايه كانت هي من يعني خسرت ولم تستطع ان هي تفوز. وبالتالي اعتقد انه الانتخابات الامريكيه وفقا للنظام الانتخابي الفريد من نوعه، مش هنقدر نقول اللي هو المعقد، لان بالمناسبه بعيد عن التعقيد، عندما يعني تم وضعه في وفقا للدستور الامريكي كان لاسباب، وكان من ضمن هذا الاسباب ان هو فكره عدم ان يعني عدم السماح بان تكون هناك استبداد للاغلبيه، وده مهم جدا، ان انت مش كل الاصوات يبقى يعني خلاص هي اللي تنجح والعاطل على الباطل كما يقولون، والمهم عد اصوات، لا، فكره فده حطوا هذا المعيار اللي هو عدم استبداد الاغلبيه، وبالتالي اتى فكره المجمع الانتخابي بحيث ان هو يقدر يظبط بهذا الشكل. اذن هو له هدف، يعني له هدف ويتماشى مع الولايات المتحده الامريكيه. الاهم من ده انه في النهايه هو بيراعي العدد السكاني الخاص بالولايات، وايضا بيراعي المساحات، وده ايضا بيغلق باب الثورات في بعض باب الثغرات في بعض الامور الخاصه بالاحتقانات الخاصه بالولايات ككل. وبالتالي احنا بنلاقي ولايه مساحتها واسعه جدا وعدد سكانها صغير جدا، لكن لها اصوات في المجمع الانتخابي، بيتناسب مع ولايه كبيره جدا في التعداد السكاني، ولكن لها بالنسبه للمقارنه، فاصبح المجمع الانتخابي هو تقدر تقول كده رمانه الميزان في تحقيق العداله بين الولايات. كل هذه الامور اعتقد ان في معادله الانتخابات في النهايه نحن امام انتخابات بالولايات المتحده الامريكيه، وبين الولايات المتحده الامريكيه هي القائده للنظام العالمي، وبالتالي هي يعني بتقدم النموذج الصح، وهم شطار في ده بالمناسبه، يعني حتى بيستخدموا الاعلام بشكل يعني، لانه انا هقول لحضرتك على حاجه بسيطه جدا، اي قوه عظمى في النهايه يا فندم عشان تقود في ظل اي حضاره الاعلام طبعا كان ليه دور كبير في طبعاً. تشكيل وعي الناخب او توجيه الناخب في شكل معين في الاول الاخير، ده حقيقي، لانه اي قوه عظمى، وده اللي انا عايز اقوله لحضرتك، وده يعني تصديق لكلام حضرتك، اي قوه عظمى في النهايه علشان تقود اي حضاره في اي وقت ايا كان الامر لابد ان تكون لها رساله، ورساله الحضاره الغربيه بقياده الولايات المتحده الامريكيه هي الديمقراطيه والحريات وحقوق الانسان ايا كانت ازدواجيه المعايير والكلب المكيالي، لكن تلك هذه هي الرساله. واخد بال حضرتك مين اللي يقدر يوصل هذه الرساله؟ هو الاعلام، وبالتالي هم استخدموا استراتيجيات كبيره جدا في انه يكون الاعلام بهذا الشكل ويمتلك النموذج الساحر، وبالتالي احنا بنشوف انتخابات الكل بيهتم بيها لدرجه انه الراجل اللي قاعد في البيت بيتكلم على اي شيء مهتم جدا بمين هيفوز في الولايات المتحده الامريكيه، ده امر مهم. لكن في ملف ساخن مهم جدا وانا احب ان انا احط تحتيه خط، الا وهو فكره، عشان مش كل حاجه حلوه في الولايات المتحده الامريكيه بالمعنى ده، فكره تنامي ظاهره العنف السياسي. الولايات المتحدة الأمريكية من أهم الملفات التي تواجهها في المستقبل بعد فوز ترامب أو كامالا هاريس، هذا هو الملف الساخن الأول، لأنه ده لو ما قدرتش الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر عليه معناها أن الولايات المتحدة الأمريكية أمام حرب أهلية. فكرة تنامي العنف السياسي داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وحضرتك أنت بديت المقدمة بفكرة أنه ترامب نفسه
تعرض لمحاولتين اغتيال، ده ما حصلش في الولايات المتحده الامريكيه بهذا الشكل وبهذا التقارب بين المحاولتين، هذا امر. الامر الثاني ان حدثت سابقا، ما حدث في 6 يناير فعلا طبعا وحدثت سابقا هي الاولى من نوعها عندما قام ترامب عندما كان رئيسا للولايات المتحده الامريكيه انصاره قاموا باقتحام الكونجرس الامريكي وحصار الكونجرس الامريكي في اكثر من مره. الامر الاخر بانه ترامب في حد ذاته واتهم باكثر من 34 قضيه امام المحاكم ايا كان هذه الامور. ثم بنتحدث عن التحذيرات لو احنا بنتتبع الاعلام الامريكي خلال الايام الماضيه وهو فكره الاستعداد الامني والتخوف من هذا الماراثون على الاخص، وبالتالي اذا نحن امام خاصه في حاله هزيمه في حاله هزيمه ترامب وهو هدد بهذا الشكل يعني اذا كان هو طالع من الان بيتحدث عن فكره تزوير الانتخابات، اذا الخوف في حاله هزيمه ترامب ماذا سيكون يعني ستكون الامور. اذا فكره الملف الساخن من وجهه نظري فيما يخص الداخل الامريكي الا وهو ظاهره تنامي العنف السياسي وخطاب الكراهيه. احنا هيكون اكيد في دينا متابعات اخباريه على مدار اليوم لنعرف من سيحكم الولايات المتحده الامريكيه. احنا في النهايه بنشكر الاستاذ احمد التايب الكاتب الصحفي بجريده اليوم السابع، شكرا جزيلا على وجودك معنا في هذا الصباح. ومعه مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهايه هذه الحلقه من هذا الصباح، غدا حلقه جديده وفريق عمل جديد لكم منا جميعا كل التحيه والى اللقاء.